هنتكلم عن نوع من انواع الكبده. الكبده بالرده، ناس بتيجي تاكلها من بره تلاقيها ناشفه وتلاقيها مقدده وتلاقيها مسوده، طب ده بسبب ايه؟ بسبب التتبيله. حاجه، وبسبب الزيت. الزيت لما بيتقلي فيه كذا مره، وخصوصا الكبده اللي هي بالرده، بتلاقيه ان هو بيسود، تطلع لك حته الكبده ناشفه وتطلع لك سوده. فده اللي انا بتكلم فيه. طيب قلنا مره واثنين وثلاثه وعشره ومليون ان الكبده ما بتتغسلش، الكبده ما بتتغسلش، وحطوا تحتها مليون خط. طب يا نونا ما احنا برضه هرجع واقول للمره المليون، هنشيلها بزفرتها كده وناكلها؟ مفيش حاجه اسمها بزفرتها. اولا احنا هنغسلها بس مش بميه. الكبده لو جه عليها ميه زفرت، ومهما تحط لها توابل ومهما تحط لها ليمون ومهما تحط لها خل زفرت. فما ينفعش ان انا احط عليها ميه. طيب بنغسل الكبده بايه؟ بنغسلها بخليط كده حلو. بصوا المنظر، بصي يا حمدي، شايفين اللي نازل في البوله ده؟ كده باين معاك اكتر. شايفين اللي نازل اللي انا بهزها في البوله ديت؟ دي الغسيل بتاع الكبده. هي دي ميه؟ لا مش ميه. طب ده ايه؟ خد الدم كله ونزل، خد بقى مطرح ايد الجزار وهو بيحطها في كيس، خد مطرح ايده وهو بيقطعها، ايا كان كل ده خده ونزل. طيب افضل حاجه تقضي على البكتيريا وتموتها لو فيها ايا كان ايه هو؟ الليمون. يعني مش خل؟ لا. ليه؟ الخل لو حطيتيه على الكبده هيفتح لونها، هيفتح لونها ويهريها، لكن الليمون هيحافظ لك على قوامها ويديها ريحه حلوه ويقضي على البكتيريا وياخد الزفاره كلها وتنزل. طيب احنا النهارده هنعمل كبده بالرده، ولازم الزيت يكون نضيف وجديد، ما يبقاش مقلي فيه اربع خمس ست مرات واطلب من الكبده انها تطلع فاتحه، ما ينفعش، فلازم الزيت يبقى جديد. طيب التتبيله بتاعت الكبده بتحط لها فلفل اسود؟ لا، سواء اسكندراني سواء شرايح ما بتحطلهاش فلفل اسود، عشان الفلفل الاسود بيغمقها. الكبده الوحيده اللي مسموح لها ان يتحط لها فلفل اسود هي كبده الفراخ بس، لكن اي كبده تانية كمون، كمون حطوا تحتها مليون خط، ملح وكمون، فلفل اسود هيغمقها ويسودها. طيب هتنزل معانا مقادير الكبده بالرده يا حمدي، وهنشوف ايه الخليط الحلو اللي احنا حطيناه على الكبده عشان نغسلها بيه غير الميه، علشان تطلع لنا ريحتها هايله، ريحه الكبده هايله، وطعمها كمان ان شاء الله هيبقى في منتهى الجمال. عندي نص كيلو كبده شرايح، هنغسل الكبده بايه؟ هكون محضره نص كوبايه عصير ليمون او ليمونتين ثلاثه كبار كده، هحط عليهم معلقه كبيره توم باودر وكزبره ناشفه وكمون. ما احطش التوم مدقوق، ليه؟ علشان ما يمسكش في الكبده، واجي بعد كده لما تبلها بالرده يبقى في حبيبات كده غامقه على الكبده من فوق مقليه، ما هو ده هيبقى من التوم المفروم اللي احنا حاطينه. فعشان كده انا بغسل بتوم باودر علشان كل الحاجه تبقى باودر، ما تمسكش في الكبده ويبقى فيه الحبيبات اللي بقول لكم عليها دي. طيب هنغلف بايه؟ عندي رده ناعمه، هاخد الكبده خلاص كده واحطها على الرده وخلاص؟ لا، انا عايزه اتبل الرده نفسها علشان تبقى متطعمه تطعيمه حلوه. هحط ايه على الرده؟ عايزه كزبره ناشفه وكمون وملح. كزبره ناشفه مع كمون مع ملح مع الرده عشان يديني تمليحه وتطعيمه في منتهى الجمال. طب انت ما حطيتيش يا نونا في الغسيل بتاع الكبده ملح؟ انا مش عايزه الملح اللي هيحط في غسيل الكبده، انا حاطه الاساسي اللي هو توم باودر وكمون وعصير ليمون، عشان ده كله نزل في البوله اللي انا مش عايزاه اصلا، هيترمي، فمش هيأثر الملح بتاعه، بل بالعكس ممكن لو زودت ملح يهري لي الكبد، وانا مش عايزه حاجه زي كده. حطيت الملح فين؟ في التغليف اللي هيديني التطعيمه نفسها اهي. وادي الرده هتبلها بملح وكمون وكزبره ناشفه، وهبدا ان انا اضغط فيها او اغلف فيها شرايح الكبد، واسيبها بره شويه كده تشرب من الرده نفسها وتمسك فيها، وارجع بعد كده احطها على جنب. بصوا كده، بسم الله، ادي الكمون وادي الكزبره الناشفه. بالشكل ده كده، واقلب ده كله مع بعضه، وابدا اغلف الكبده بتاعتنا علشان نقليها. نقليه ونضغط ونسيبها شويه على ما نقطع المخ بتاعنا ونبدا ان احنا نقليه، نرجع نعمل الكبده. طيب نونا، لما بنيجي نقلي الكبده
نيجي اول ما نحطها في الطاسه نلاقيها راحت لما كده على بعضها وبدات ان هي ما تطلعش مفروده معانا وشكلها بيبقى غامق. طيب قلنا شكلها بيبقى غامق دي او مسود كده علشان بتحطوا فلفل اسود وعلشان الزيت بيبقى مقلي فيه كذا مره. طيب حته ان هي تطلع معانا ملمومه او الكلام ده كله علشان بتقلبوها كتير. الكبده ما بتاخدش تسويه خالص على النار. الزيت الطاسه تبقى واسعه ما نكترش كميه الكبده اللي بتتحط، يا دوب هم حتتين في الطاسه عشان تبقى مفروده وتطلع معانا واخده براحها في القليه. دي حاجه من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنقلي الكبد. وهنشوف دلوقتي شكلها هيبقى طالع عامل ازاي، واضمن لكم باذن الله بفضل ربنا ان ريحتها وطعمها لما تعملوها هتختلف عن اي مره عملتوا فيها الكبده قبل كده. انا شلت الزيت من على النار، الزيت سخن قوي، شلت الزيت من على النار وهعمل كده. مجرد مسقط الكبده ما حركهاش، بسم الله ما زودش الكميه في الطاسه واقول عشان اخلص، لا انت كده مش بتخلصي، انت كده بتبوظي اللي انت تعبتي فيه. بسم الله ما حركهاش الا لما الحروف تتحمر معايا. ابدا دلوقتي كده ارفع الزيت على النار تاني. بسم الله شوكه والحروف تتحمر وابدا ان انا اروح قلبها. من قبل الحروف ما تتحمر قصادي مش هاجي جنب الكبده خالص، واكون محضره طبق كده وفيه مناديل علشان اطلع فيه. بسم الله شايفين ما بداتش اقلب الا لما الحروف اتحمرت معايا، اولا علشان تديني شريحه شكلها حلو وفي نفس الوقت ما تشربش معايا زيت زياده ومملاش الطاسه كتير، لا هما كام حته بس كده علشان يبقوا واخدين براحهم وما سيبهاش في النار كتير علشان ما تنشفش مني. بسم الله ما شاء الله بالشكل ده كده. تعالوا بقى نطلعها على مناديل، الكبده ما بتاخدش وقت ومش عايزاها تفضل كتير في الزيت. بسم الله شايفين لونها عامل ازاي؟ نقط وما نجيش جنبها الا لما تبدا الحروف تبدا ان هي تتحمر معانا اروح قلباها الناحيه الثانيه. كده بدات الحروف تتحمر ابدا ان انا وتتشمع اهي ابدا ان انا اقلب. اهي شايفين المنظر؟ ما سيبهاش كتير في النار علشان ما تنشفش وتقدد مني. يعني ايه تقدد؟ يعني تنشف، يعني اجي اكلها كده احس ان هي عامله زي الحجر.